السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي الطلاب، ها هو لقاؤنا يتجدد في درس جديد من دروس العلوم، فأهلا وسهلا بكم. أعزائي الطلاب، قبل أن نبدأ درسنا لهذا اليوم دعونا نشاهد هذا الفيديو. لماذا نشعر أحياناً بصعقة خفيفة عند لمس شخص؟ لماذا نشعر أحياناً بصعقة خفيفة عند لمس مقبض الباب؟ لماذا يقف الشعر عند الاحتكاك بالورقة؟ كل هذه التساؤلات تحدث بسبب الكهرباء الساكنة. وعنوان درسنا لهذا اليوم الكهرباء الساكنة بجزئه الأول، والذي سنتناول فيه النقاط الآتية. سنتناول مفهوم الكهرباء الساكنة، أنواع الشحنات الكهربائية، طرق شحن الأجسام كهربياً، وأخيراً الكشاف الكهربائي. هيا معاً وسوياً ننطلق لنعرف مفهوم الكهرباء الساكنة. الكهرباء الساكنة هي تولد الشحنات الكهربائية على الأجسام وبقائها فترة مؤقتة من الزمن. أعزائي الطلاب، دعونا نشاهد هذا الفيديو الصغير أيضا. لاحظ معي عزيزي الطالب هنا البالون، قمنا بدلكه بقطعة من القماش وقربناه إلى ماء ينزل من الصنبور. انظر لتيار الماء، ماذا حدث لتيار الماء؟ نعم، البالون المدلوك جذب تيار الماء النازل من الصنبور. طلابي، ماذا يحدث عند دلك جسمين بعضهما البعض؟ لنعرف الإجابة هيا ننفذ النشاط الآتي. أعزائي الطلاب، نحضر عمود من البلاستيك وقطعة صوف وقصاصات من الورق، ونقوم الآن بدلك عمود البلاستيك أو قضيب البلاستيك بقطعة الصوف، ثم نقرب عمود البلاستيك من قصاصات الورق. لاحظ ماذا سيحدث. نعم، قام عمود البلاستيك أو قضيب البلاستيك بجذب قصاصات الورق. الآن لدينا مواد أخرى غير المواد السابقة، فقمنا بإحضار عمود من الزجاج أو قضيب من الزجاج وقطعة حرير وقصاصات من الورق، والآن قمنا بدلك عمود الزجاج بقطعة الحرير، ثم قربنا عمود الزجاج من قصاصات الورق. لاحظ ماذا سيحدث. نعم، أيضا عمود الزجاج جذب قصاصات الورق. إذن من النشاط السابق نستنتج أن عند الدلك تكتسب كل من الأجسام الدالكة كالحرير والصوف، والمدلوكة كالزجاج والبلاستيك خاصية هي خاصية جذب الدقائق الصغيرة كقصاصات الورق. هذه الخاصية تدعى بالتكهرب، وهي تعني مقدرة الجسم على جذب الدقائق الصغيرة كما تشاهد في الصورة المقابلة. أيضا نستنتج من النشاط السابق تولد شحنات كهربائية على كل من الأجسام الدالكة كالصوف والحرير، والمدلوكة كالزجاج والبلاستيك بسبب عملية الدلك. هذا الدلك جعل الأجسام الدالكة والمدلوكة تجذب قصاصات الورق. ومن خلال هذا النشاط سنتناول الآن ما يقصد بالتكهرب بالدلك. والتكهرب بالدلك يعني طريقة لشحن الأجسام كهربائيا من خلال دلكها بأجسام أخرى. إذن التكهرب بالدلك هو طريقة لشحن الأجسام كهربائيا
من خلال دلكها بأجسام أخرى. والآن هل الشحنات الكهربائية المتولدة على الزجاج والحرير والصوف والبلاستيك من نوع واحد أم مختلفة الأنواع؟ لنتعرف إلى الإجابة هيا لنقوم بالنشاط الآتي والذي يتحدث عن أنواع الشحنات الكهربائية. نحضر قضيب من البلاستيك ونقوم بدلكه بقطعة من الصوف. ها هو القضيب البلاستيكي في يدي، ولدينا قطعة بلاستيكية أخرى معلقة على حامل أيضا مدلوكة. الآن نقوم بتقريب قطعة البلاستيك الموجودة في يدي إلى قطعة البلاستيك المعلقة في الحامل. ماذا تلاحظ؟ ماذا حدث؟ نعم، حدث تنافر. ولاحظ معي هنا أن الجسمين من البلاستيك. حسنا، نستبدل البلاستيك بالزجاج والصوف بالحرير ونقوم بدلك الزجاج بقطعة الحرير. ها هي قطعة الزجاج في يدي، وأيضا أحضرنا القطعة البلاستيكية المدلوكة وعلقناها في الحامل، ثم نقوم بتقريب قضيب الزجاج الموجود في يدي والمدلوك بالحرير إلى قطعة البلاستيك المدلوكة. انظر ماذا حدث. أحسنت، حدث تجاذب. من النشاط السابق ماذا نستنتج؟ نستنتج أن هناك نوعان من الشحنات الكهربائية. نوع تمثله الشحنة الموجودة على الزجاج، واتفق على أنها شحنة موجبة ويرمز لها بالرمز زائد. ونوع آخر من الشحنات المتولد على قضيب البلاستيك المدلوك بالصوف، واصطلح على أنها شحنات سالبة ويرمز لها بالرمز ناقص. إذن من النشاط السابق وجدنا أن هناك نوعان من الشحنات الكهربائية، شحنات سالبة ويرمز لها بالرمز ناقص، وشحنات موجبة ويرمز لها بالرمز زائد. هيا بنا لنجب على السؤال الآتي. سؤال يقول: أكمل العبارات الآتية. 1- الشحنات الكهربائية المختلفة. أحسنتم، تتجاذب كما شاهدنا في قطعة الزجاج المدلوكة بالحرير عند تقريبها للقطعة البلاستيكية المدلوكة. 2- الشحنات الكهربائية المتشابهة ماذا؟ نعم، تتنافر كما شاهدنا في قطعة البلاستيك المدلوكة بالصوف مع قطعة البلاستيك المدلوكة والمعلقة بالحامل. ننتقل إلى السؤال الآتي. علل. يتنافر قضيبا البلاستيك المدلوكان بالصوف، لماذا؟ نعم، بسبب اكتساب القضيبين البلاستيكيين شحنات سالبة، والشحنات المتشابهة تتنافر. أشكركم. للتذكير أعزائي الطلاب، فإن المادة المصنوعة من الزجاج عند دلكها تأخذ شحنات موجبة، أما المادة المصنوعة من البلاستيك عند دلكها فإنها تأخذ شحنات سالبة. أعزائي الطلاب، بعد تناولنا لمفهوم الكهرباء الساكنة وإلى أنواع الشحنات الكهربائية وإلى مفهوم التكهرب بالدلك، فاصل قصير نكمل بعده ما تبقى من الدرس. أهلا وسهلا بكم من جديد أعزائي. كيف يمكننا أن نفسر تولد الشحنات الكهربائية على الأجسام بعد دلكها؟ للإجابة على هذا السؤال دعونا نتناول قواعد أساسية في الكهرباء الساكنة. والقاعدة الأولى تقول أن المادة بشكل عام متعادلة كهربائيا،
ماذا نعني بكلمة متعادلة كهربائياً؟ يعني ذلك أن عدد الشحنات السالبة يساوي عدد الشحنات الموجبة. القاعدة الثانية تقول أن الشحنات التي تنتقل بين الأجسام هي الشحنات السالبة. القاعدة الثالثة تقول الجسم الذي يفقد شحناته السالبة تصبح شحنته موجبة، أما الجسم الذي يكتسب شحنات سالبة تصبح شحنته سالبة أيضا. والآن لنجب عن السؤال السابق، هيا بنا لنفسر طريقة التكهرب بالدلك. لدي قضيب من البلاستيك وقطعة من الصوف، انظر إلى كلا الجسمين. قضيب البلاستيك متعادل كهربائيا وأيضا قطعة الصوف. كيف عرفنا ذلك؟ أحسنتم، عدد الشحنات الموجبة في القضيب البلاستيك مساوي لعدد الشحنات السالبة، أيضا في قطعة الصوف كذلك. قبل الدلك كان الجسمين متعادلان كهربائيا، والآن نقوم بدلك البلاستيك بقطعة الصوف ونلاحظ ماذا سيحدث. نعم، انتقل جزء من الشحنات السالبة من قطعة الصوف إلى البلاستيك. ممتاز، بعد الدلك ماذا حدث؟ انظر معي وركز جيدا. نلاحظ أن قطعة البلاستيك عدد الشحنات السالبة فيها قد زاد، أما في قطعة الصوف قل عدد الشحنات السالبة بسبب انتقالها إلى قطعة البلاستيك. لذلك نسمي قطعة البلاستيك بجسم سالب الشحنة، أما قطعة الصوف فنسميها بجسم موجب الشحنة. والآن هل عرفتم كيف يمكن أن نفسر تولد الشحنات الكهربائية على الأجسام بعد دلكها؟ ممتاز. والآن بعد تعرفنا إلى تفسير التكهرب بالدلك، هيا لنجب على السؤال الآتي. السؤال يقول علل، يكتسب ساق البلاستيك المدلوك بالصوف شحنة سالبة ويكتسب الصوف شحنة موجبة، لماذا؟ نعم، بسبب انتقال بعض من الشحنات السالبة من الصوف إلى البلاستيك، فأصبح الصوف جسم موجب الشحنة والبلاستيك جسم سالب الشحنة. أيضا لننتقل إلى السؤال الآتي، أعلق بكلمات الخاصة على الآتي. انظر إلى ما هو موجود في الصورة وعلق على ما تراه. نعم، جذب المسطرة البلاستيكية في رأي القطة. هذا يعني أن المسطرة البلاستيكية مشحونة. ممتاز، انظر إلى الصورة التالية، علق على الصورة. ممتاز، تنافر البالونين لأنهما يحملان نفس الشحنة الكهربائية. ممتاز. والآن أعزائي الطلاب، بعد تعرفنا إلى طريقة التكهرب بالدلك، هل هي الطريقة الوحيدة لشحن الأجسام كهربائيا أم هناك أنواع أخرى؟ نعم، هناك ثلاث طرق لشحن الأجسام كهربائيا: التكهرب بالدلك كما تحدثنا سابقا، التكهرب باللمس، والتكهرب بالتأثير أو ما يسمى بالحث. سنتناول الآن طريقة شحن الأجسام باللمس وطريقة شحن الأجسام بالتأثير، ولنبدأ الآن بطريقة شحن الأجسام باللمس أو ما يسمى بالتكهرب باللمس. لدينا قضيب يحمل شحنات سالبة ونريد أن نشحن به جسم آخر كالكرة. قمنا بتلامس القضيب المشحون بالشحنات السالبة من الكرة، ماذا نلاحظ؟ نلاحظ انتقال جزء من الشحنات السالبة من القضيب إلى الكرة، ولاحظ هنا الشحنات السالبة بعد انتقال جزء منها بدأت تتوزع على سطح الجسم.
إذن يقودنا ذلك إلى ما يسمى بطريقة الشحن باللمس، وهي تعني طريقة شحن الأجسام كهربائياً من خلال تلامس الجسم المراد شحنه بجسم شاحن. ومن خصائص طريقة الشحن باللمس أنها تحدث عند تلامس الجسم الشاحن بالجسم المراد شحنه. تتكون نفس الشحنات الكهربية على كل من الجسم الشاحن والمشحون. تنتقل جزء من الشحنات الكهربية كما شاهدنا في النشاط السابق من الجسم الشاحن للجسم المشحون. أيضاً تبقى الشحنات الكهربية على الجسم المشحون بعد زوال الجسم الشاحن. والآن أعزائي الطلاب، هيا نتعرف إلى طريقة الشحن بالتأثير أو ما يسمى بطريقة الشحن بالحث. التكهرب بالتأثير أو الحث. لدينا قضيب مشحون بشحنات سالبة، وأيضا لدينا كرة متعادلة كهربائيا. كيف عرفنا ذلك؟ عدد الشحنات الموجبة مساوي لعدد الشحنات السالبة. الآن قمنا بتقريب الجسم الشاحن من الكرة. ماذا حدث؟ بدأت تترتب شحنات الكرة في طرف قريب وطرف بعيد. لاحظ معي، الطرف القريب تكونت عليه شحنات كهربائية موجبة، أي مخالفة للشحنات الموجودة على الجسم الشاحن. أما الطرف البعيد فتكونت عليه شحنات سالبة، أي مشابهة للشحنات الموجودة على الجسم الشاحن. لنشاهد هذا الفيديو. لاحظ معي هنا قضيب مشحون بشحنة سالبة، قمنا بتقريبه إلى كرة متعادلة كهربائيا. ماذا حدث للشحنات الموجودة على الكرة؟ ترتبت، ولاحظ معي، في الطرف القريب من الجسم الشاحن شحنات موجبة، أي مخالفة للشحنات الموجودة على القضيب. أما في الطرف البعيد فوجدنا أن الشحنات السالبة المشابهة للشحنات الموجودة على القضيب. والآن هيا بنا لنتعرف إلى المقصود بالتكهرب بالتأثير. الشحن بالتأثير أو الشحن بالحث يعني طريقة شحن الأجسام كهربائياً. كيف يتم ذلك؟ يتم ذلك من خلال تقريب جسم مشحون من آخر دون أن يلامسه. من خصائص هذه الطريقة أنه يوجد لدي طرفان، طرف قريب وتكون شحنته مخالفة لشحنة الجسم الشاحن، وطرف بعيد وشحنته مشابهة لشحنة الجسم الشاحن. أيضا من خصائص الطريقة لا تنتقل الشحنات الكهربية بين الجسم الشاحن والمشحون كما شاهدنا سابقا. أيضا تزول الشحنات الكهربائية على الجسم المشحون بعد زوال الجسم الشاحن. هيا بنا نقارن بين طريقة التكهرب بالحث وطريقة التكهرب باللمس. كيف تحدث طريقة الشحن باللمس؟ تحدث بتلامس الجسمين الشاحن والمشحون. أما الشحن بالتأثير فتتم بتقريب الجسمين من بعضهما البعض، الجسم الشاحن والجسم المشحون. نوع شحنة الجسم المشحون نفس الشحنة لكلا الجسمين. أما طريقة الشحن بالتأثير فيها طرف قريب وطرف بعيد، الطرف القريب والذي تكون شحنته مخالفة للجسم الشاحن، أما الطرف البعيد فتكون شحنته مشابهة للجسم الشاحن. ننتقل الآن إلى انتقال الشحنات. ينتقل جزء من الشحنات بطريقة الشحن باللمس، نعم. أما الشحن بالتأثير لا تنتقل الشحنات الكهربائية. حسناً، بالنسبة إلى بقاء الشحنة بعد زوال المؤثر، والمقصود في بعد زوال المؤثر أي بعد زوال الجسم الشاحن، تبقى الشحنات الكهربائية. أما في الشحن بالتأثير
تزول الشحنات الكهربائية بزوال الجسم الشاحن. أعزائي الطلاب، بعد تعرفنا إلى طرق شحن الأجسام كهربائياً، يتبادر إلى الذهن سؤال: كيف يمكننا الحكم على أي جسم بأنه مشحون أم غير مشحون؟ نتعرف على الإجابة بعد هذا الفاصل. أهلا وسهلا بكم من جديد. قلنا قبل الفاصل، طرحنا عليكم سؤال وقلنا: كيف يمكن الحكم على أي جسم بأنه مشحون أو غير مشحون؟ يمكننا ذلك من خلال ما تسمى بالكشاف الكهربائي. انظر إلى شكل الكشاف الكهربائي. ما هو الكشاف الكهربائي؟ الكشاف الكهربائي هو أداة تستخدم لمعرفة كون الجسم مشحوناً أم لا، أيضاً يستخدم لمعرفة نوع شحنة الجسم. حسناً، مما يتكون الكشاف الكهربائي؟ يتكون الكشاف الكهربائي من قرص فلزي، ساق فلزية، ورقتان فلزيتان، ووعاء زجاجي. لاحظ، قرص فلزي، كلمة فلزي، ساق فلزية، كلمة فلزية، ورقتان فلزيتان. والسؤال الآن علل: يصنع كل من قرص الكشاف وساقه وورقتيه من مواد فلزية، لماذا؟ لأن المواد الفلزية موصلة للشحنات الكهربائية. إلى هنا أعزائي الطلاب انتهى درسنا لهذا اليوم. وقبل أن نختم معكم، هيا معا وسويا نستذكر ما تعلمناه في درس اليوم. قلنا أن الشحنات المختلفة تتجاذب. شاهد معي، هاتان الكرتان، تجاذب، حدث بينهما تجاذب. أما الكرتين الأخريين كانت عليهما شحنات متشابهة، وقلنا أن الشحنات المتشابهة تتنافر. أيضا تعلمنا اليوم طرق شحن الأجسام كهربيا، وقلنا أنها ثلاث طرق رئيسية: طريقة التكهرب بالدلك، التكهرب باللمس، والتكهرب بالتأثير. أيضا تعلمنا اليوم الشحن بالدلك، وقلنا أنه قبل الدلك فإن الأجسام تكون متعادلة كهربائيا، ولكن أثناء عملية الدلك تنتقل جزء من الشحنات السالبة من الجسم الدالك للجسم المدلوك، وبعد الدلك يظهر لدينا أجسام مشحونة بشحنة موجبة وأجسام مشحونة بشحنة سالبة. أيضا تحدثنا إلى مكونات الكشاف الكهربائي، وقلنا أنه يتكون من قرص فلزي وساق فلزية، ورقتان فلزيتان، ووعاء زجاجي. أعزائي الطلاب، سنتعرف إلى استعمالات الكشاف الكهربائي وطرق شحن الكشاف الكهربائي في الدرس القادم. لا ننسى أن لقاؤنا يتجدد بدرس جديد آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.